مارسيل فيكتور نينو يهودية مصرية أحد أفراد الوحدة 131 التي شاركت عام 1954 في عملية سوزانا والتي اشتهرت فيما بعد بفضيحة لابون وتم تجنيدها للعمل أن دورها كان التواصل بين خلايا الوحدة السرية في القاهرة والإسكندرية وكانت المرأة الوحيدة في هذه الوحدة التي ضمت 13 يهودية مصرية وكان هدف هذه الخلية تقويض حكم الملك فاروق بسبب معاداته لإسرائيل وكانت مارسيل على علاقة بضباط الجيش المصري في أواخر حكم الملك فاروق واستمرت هذه الخلية حتى بعد سقوط حكمه تم اعتقالها وبدأت عملية المحاكمة في أواخر عام 1954 وانتهت في أوائل عام 1955 بينما حكم على مارسيل بالسجن لمدة 15 عاما في عام 1968 تم الإفراج عنها في صفقة تبادل بين الإسرائيليين والمصريين وفي عام 2005 منحت رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي تقديرا لخدماتهم التي قدموها لإسرائيل وتوفيت في 2019 عن عمر يناهز 90 عاما وحضر تأبين الجنازة رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.